الحمد لله عامله كويسه. ايه؟ ايه عامل ايه؟ الاخبار يا مروه؟ معلش يا مروه، احنا الحمد لله. بنعتذر عن درس الثانويه العامه اللي احنا عاملينه على الهوا ده، بس يعني احنا ذكريات في يا مركز مروه والله، بنسترجع. ما هي كانت احلى ذكريات عندنا في الثانويه العامه، فلازم ان احنا كلنا نفتكرها دلوقتي. ايوه بالظبط. ايه بقى، ايه اخبار الرياضيات؟ كانت معاكي عامله ايه؟ هل كنتي بتحبيها بتكرهيها؟ الموضوع كان ماشي معاكي ازاي؟ لا كنت بحبها بصراحه، كانت لطيفه بالنسبه لي، كنت شكلك بحبها مهندسه كده. جينيوس بقى، شكلك مهندسه. ايه؟ لا مهندسه؟ مش مهندسه، بس كانت طموحاتي والله. بس طب شغاله ايه بحب. دلوقتي؟ شغاله ايه انا يعني؟ دلوقتي شغاله، انا دخلت تجاره، فانا اوريدي بحب الحسابات طب ما هي والارقام. ليها علاقه برضه بالظبط يعني. وبحب ارسم، وشويه بحب الرسم الهندسي، فتمام يعني، نوع نرسم خطوط واسقاطات وبتاع، دي كهوايه يعني. ليه يعني؟ طب اشرحي لي كده، ليله امتحان الرياضه كنت بتبقي عامله ازاي؟ يا رب ما تسالش السؤال ده. ولا حاجه، اول حاجه بقوم احضرها، القلم والمسطره والمنقله والبرجل والمش عارفه ايه، احنا بنقعد نحضر فيهم السنه كلها. والحاجات دي لا لا لا، هم كده كده بيبقوا موجودين ونراجع. كنت دايما بعمل ورقه كده كاتبه فيها كل القوانين اللي انا محتاجاها في الدنيا، علشان اعرف تاني يوم الامتحان اتشك عليها. بس دي الورقه، دي اللي بتبقى معانا، اللي بتبقى لا في لا 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 في الاف اكس 82. لا كان على ظهر الكالكوليتر، كنا كان في ناس بتعمل كده. لا للاسف ما كنتش بعرف اعمل كده، ده للاسف. انا اصلا ما بعرفش اغش، مش من الناس اللي بتعرف تغش خالص. ولو فكرت اغش، المراقب كان بيعرف ان انا بغش لوحدي من غير بدون اي مجهود يعني. بيبان يعني، اصلا بيبان. بالظبط كده. فدي كانت لازم تكون موجوده معايا في اي وقت، اللي هي احنا بنراجعها وارميها قبل الامتحان خلاص. وعادي بتأكد على برميها دي؟ دي اساسنا. لا ما انا كنت بخاف ان انا اتمسك يعني. ما لا لا انا بهزر معاكي انت طبعا. لا احنا بنهزر طبعا، انت صح، ما فيش كلام. لا يا جماعه انا كنت بخش اللجنه هنا، عشان بس انا عايز اقول لك، انا بخش اللجنه كنت بتفتش كاني داخل المطار. يعني الموضوع، لا كان الموضوع صارم صارم، ما فيش كالكوليتر. أيوة نفسه ما كلنا كنا بنفتش. طبعا على فكرة دي حاجة ما فيش فيها كلام يعني. والضمير أولا وأخرا يعني. على فكرة يا جماعة كانوا بيتعاملوا معاكم معاملة قاسية، لأن أنا ما كنتش بتفتش بصراحة. ولا أنا بصراحة. أنا كان بيبص في عيني، كان المراقب يبص في عيني. لا ما هو برضه خلاص، تفتيش آدمي برضه يعني. الموضوع لا يعني كانوا يشوفوا المقلمة، بيشوفوا الحاجات كده، الكالكوليتر مثلا يراجعوا عليه. ده بقى عيب المدارس اللغات، لكن المدارس بتاعتنا المراقب يبص في العين. خلاص يا باشا، هرشك هرشك ان كنت من اهل اليمين ولا من اهل الشمال، خلاص. لا بس احنا كنا، انا مثلا كنت بشيل الكفر بتاع الكالكليتر، فما فيش حد كان بيعرف يعني، ما فيهاش حاجه تتفتش. انت كنت اصلا بتجلدي نفسك ليه كده قوي؟ يعني شايله الكفر ورامية الورقه. لا ما ده في المطلق يعني. عشان هي واثقه من نفسها، هي داخله عارفه هي هتعمل ايه. بالظبط، بحط الاقلام قدامي وخلاص، اروح اساسا من الامتحان بمقلمه. ليه يا جماعه؟ احنا كنا ساعات بنروح الامتحان بالقلم في جيبنا من غير شنطه يعني. ايوه صح صح، انا واصحابي برضو كنا بنروح من غير حتى القلم. الله يا مروه، انا كان ليا صحابي يعني كنت بحس ان هم داخلين يتفسحوا، بالذات في امتحان الرياضه ده. انا منهم بقى. لا بيتفسحوا عشان دي ماده كده، هم يعني هم مغمضين هيجيبوا فيها درجه كويسه. ايوه من كتر ما هم عباقره. لا بصي، هو مش شرط كده، بس هو بجد يعني، اصل احنا ما بنصدق الامتحانات تيجي عشان ما نشيلش حاجات كتيره. فانا كنت بجد بروح بالقلم والمسطره والحاجات دي في البنطلون، تجيب البنطلون تقريبا يعني. انا عايز اقول لك حاجه بقى مره، انت عارفه انا كنت ليه مصدق الامتحانات بتيجي؟ عشان البس خروج وانا رايح امتحن. عشان لبس خروج البسه وانا رايح امتحن يا مروه. شفتي بقى؟ عشان بلبس اليونيفورم بتاع المدرسه. انا بقى كنت بلبس اليونيفورم، بس اخر يوم كنت بلبس لبس خروج. ده في المدرسه؟ امتحانات اخر السنه. انا امتحانات اخر السنه، ثانويه عامه بقى بنبقى في اللجان خلاص بقى، الحاجات اللي بره بقى، مش في المدرسه، كذا مدرسه في بعض وكده. كان بيمتحن في شادر، كانوا بيعملوا. لا انا كنت بروح في مدرستي، انا ما طلعتش بره مدرستي. ما هو لا بعد كده اتغير الموضوع. انت بقى يعني فلتت. طب بعد كده سنه، بعد كده سنه. عايز ايوه شوف، كانوا بيبنوا له شادر بره عشان يمتحن فيه. شادر فراشه، كانوا بيعملوا فراشه كده عشان يحطوا الدفك. ما علينا يا مروه، خلينا احسن يا شريف، احسن احسن.